إذن الشعب كله اتفق لإسقاط هذا النظام، ولأول مرة يحدث اليوم، أظن اليوم 45 لهذه الانتفاضة، والدولة تقتل من هنا وتقتل من هنا وتقتل من هذه المدينة، والانتفاضة مستمرة بحمد الله تعالى. والنظام، والنظام ماذا أراد؟ حاول السيطرة على الحراك الطلابي بعدة طرق، أرسل رسائل لبعض المسؤولين لمقابلة الطلاب ليسمعوا مطالبهم، وأيضا حاول تسيير مسيرات طلابية مؤيدة للنظام، لكن كلها فشلت. فمطالب الطلاب في المقابلة مع المسؤولين الحكوميين كانت إسقاط النظام، والاعتصامات الطلابية المؤيدة لم تستطع حشد عدد كبير من الطلاب، فزاد النظام قمعه ضد الطلاب في عدد من الجامعات. لكن رغم الضرب والاعتقال والتهديد بالفصل، بدأ اتصال رقعة الاحتياجات في الجامعات وانتشرت في معظم المدن في إيران. ومرة أخرى لا ننسى أن طلاب الجامعات هم عصب المجتمع، واحتجاجاتهم لا تقتصر على الجامعات فقط. يعني دكتور عبد الرحيم اليوم، بل في المساء هم يقودون الاحتجاجات في خارج الجامعات وفي الصباح في الجامعات، وهم لهم قدرة التنظيم والتخطيط، وهذا ما يقلق النظام من الحراك الطلابي.